أرجع لذات النقطة. الآن أكو كسر العظم بين القوى السياسية السنية، والحلبوسي مهين يمتلك الكثير على خصومه، شلون راح تمشي السفيرة سفينة؟ نعم دكتور، بالطبع مثل ما يملك الحلبوسي على خصومه الكثير، بالتالي الخصومة أيضا يملكون عليه الكثير. وخروقات السيد الحلبوسي يعني بعد ما مسك رئاسة مجلس النواب من 2018 إلى 2023 هي كفيلة بإنهاء سياسيا وإنهاء مشوار حزب تقدم. طبعا هذه احنا حتى ما نسميها كسر عظم. سيد الحلبوسي تعامل مع خصومة سياسيين بأسلوب أيضا هو أسلوب كسر العظم، وبالتالي خصومة اجتمعوا وأسسوا لوبي، هذا اللوبي هو الأكبر سياسيا على مستوى المكون السني. يعني خلني حتى لا نكون احنا فقط نشخص، يعني نسوق موضوع المنافسة هذه على أنها خصومة ضد الحلبوسي. نعم. يعني هو يعني هذا التحالف اللي صار، تحالف الحسم والعزم وتحالف الأنبار المتحد، يعني بحسب تحليلي هم طرحوا يعني أهداف مشروعهم إنه هو مشروع إصلاحي يعني لمحاربة الفساد اللي حصل في. أي وين كانوا 20 عام؟ فترة سابقة. عبد الله. نعم. 20 عام كانت بيدهم مو بيد الحلبوسي، هسه مو 20 عام 15 عام يعني وينهم؟ خلينا نكون انتوا والديره ليش ما تشهدون بالحقيقه سواء الحلبوسي او ضده؟ لا طبعا اكيد، يعني احنا حتى نكون منصفين، وانا دائما ذاكرها بعدة لقاءات، الفساد منذ 2003 والى 2018 هو لا يعادل الفساد الذي حدث في فتره السيد الحلبوسي. يا رب يعني هناك نعم لعد يقول لك سوالك الأنبار وبنالك وبلط وسوى الفلوجة وقصور وتفاصيل. دكتور يعني هذا هذا الإعمار والتبليط والهذا هذا لا يعد، يعني لا يعد صحيح. تقدم عمراني ولا هي خدمة تقدمها الحكومة، يعني هو سيد الحلبوسي ما قدمها، ما جاب التبليط من فلوسه أو من مثلا من تمويل من حزبه، وجاب الشركات وبلط وهاي، يعني هذا تمويل حكومي، بالتالي هذا واجب الحكومة. يعني هم يعني حتى نكون واضحين أكثر، المفترض أن هم يكونون يعني خدام لدى الشعب، وبالتالي هذه الخدمة التي ينتظرها المواطن من الموظف ومن المدير العام ومن المحافظ ومن عضو البرلمان ومن رئيس الوزراء. الحكومة هي غير جاية حتى تخدم الشعب. نعم. فبالتالي يعني ذكرت لك أنا إنه الفساد اللي كان قبل 2018 هو فساد غير منظم، يعني حالات فردية. أي. الفساد اللي كان والمبالغ اللي سرقت بعد 2018 سرقت بتنظيم، يعني الفساد أصبح سمة العمل السياسي في ما بعد 2018. الفساد صار طاغي على أغلب دوائر المحافظة، يعني خصوصا الدوائر اللي صار عليها لغط كبير في الأشهر التقاعد والهاي. نعم، التقاعد ومؤسسة الشهداء ودائرة البلديات ومسألة أراضي المطار. إذا تجي للأوراق وتجي للأدلة وعندما تنظر في القضايا المقامة ضد هؤلاء الأشخاص، هم تجدهم على ارتباط بحزب تقدم. نعم. فإحنا من حتى وأنت.